للحالات اللي ما بتنزرع شعر طبيعي. يعني لازم نركز على النقطة، أو أهم شيء زرع شعر طبيعي وحلو كتير وبيطول الشعر وبينقص وكل شيء طبيعي، بس في حالات معينة بيكون بسبب إنه دونر إيريا ما عندهم دونر إيريا منيحة، أو بسبب مشاكل كانت بالجلد ما عندها مثل الألوبيتشا، يعني الجلد بالأساس ما بينزرع فيه، فهذا حل منيح. طبعا له سايد افكتس، له كونسلتيشن معينه، له نعمل تيست، نزرع مجموعه مثلا من 100 شعره، ننطر بعد شهر لنشوف اذا الجسم تقبلها، بعدين بينزرع الشعر. هذا الشعر ما بيطول، ما بي بمعنى مثل اي شعر طبيعي، بس ميزته انه قريب لونه، ما بيعمل مشاكل اذا عمل التيست، وحلوته سرعه. يعني انت بتدخل بالعياده خلال 4-5 ساعات بتطلع مع شعر موجود ومنيح.